دي ماريا، بينية إلى مارتينيز، هدف للأرجنتين، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. لو سيلسو، ميسي، اللاعب مارتينيز، الله يا ولد، هدف غير عادي. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جداً.